بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تقبل الله منا صيامكم وقيامكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأفراح، ونتمنى أن نكون في حسن ظن ساكنة فاس. مقاطعة أجدال تقوم بهذا النشاط، وهي مسابقة في تجويد وفي حفظ وتجويد القرآن من ثلة الطلبة من الجمعيات التي تعتني بالقرآن وتعتني بحفظة كتاب الله عز وجل. هذه الليلة سيكرمون إن شاء الله من طرف مقاطعة أجدال. المراحل التي مرت بها هذه التصفية هي كل جمعية من الجمعيات التي تعتني بالقرآن قامت بالتصفية، ثم أعطتنا مرشحين، وهؤلاء المرشحون سيتبارون هذه الليلة لكي نختار منهم أجودهم وأحسنهم، فينالون إن شاء الله جوائز قيمة على مستوى تبعة حل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تروق لهم، وهم جوائز قيمة لكل هؤلاء المتبارين. وهناك تكريم لسيدتين وهما أميتين حافظتا كتاب الله عز وجل، ثم تكريم لذوي الحاجة، اثنان من ذوي الحاجة. هناك معاق في تكلم، يعني هو سيكرم إن شاء الله هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا شهر رمضان بالأفراحه، وأن يكون قد غفر لنا الله، وأن يكون من عتقاء رمضان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد رمضان على صاحب الجلالة باليمن والسعادة، وأن يكون الشعب المغربي في بحبوحة من العيش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير وبشراك. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن السفرة الكرام الغرر. الله سبحانه وتعالى يجعلك ويجعلنا جميعا من هؤلاء، ونسأل الله عز وجل لا يحرمنا من حفظ شيء من كتاب الله عز وجل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في قلبه شيء من القرآن كالبيت الخريب. فنسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا خاربة، وأن يجعلها عامرة بذكره وبكتابه سبحانه وتعالى. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في المتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من هذا الأجر. أجدد الترحاب بالذين التحقوا بنا في هذا الحفل الذي تنظمه مقاطعة أجدال لتكريم حفاظ كتاب الله عز وجل، فمرحبا بالجميع. وقبل أن ننطلق في هذه المسابقة لإجراء الإقصائيات والترتيب لهؤلاء الحفظة، نستمع إلى كلمة بهذه المناسبة يلقيها على مسامع عند الأستاذ رئيس المقاطعة، فليتفضل سيادته مشكورا بإلقاء هذه الكلمة. والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي وإخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متى سامع أخونا في هذه الليلة المباركة التي نستمع فيها إلى الذكر الحكيم، إلى تلاوة القرآن الكريم؟ ما سامع أخونا، فليس لي إلا أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يضع صيامنا وقيامنا وصلاتنا في ميزان مقبول، ويزكم من حسنات إن شاء الله طريقا ممهدا إلى الجنة إن شاء الله بحول الله. أشكر مصداق القراء، وأشكر عائلة القراء، وأشكر كل حاضرين هنا بهذه المناسبة العزيزة. والكلام هنا ليس له قيمة أمام تلاوة القرآن الكريم، وأترك المجال للقراء وللعلماء الأفاضل الذين حضروا معنا، وأشكرهم شكرا جزيلا على حضورهم معنا في هذه الأمسية، وكذلك الأستاذ الذي حرص على تنشيط وتسيير هذه الجلسة. نتمنى الله تعالى أن يتغمد والدته التي فقدناها في هذه رمضان، وأن يرحم جميع أمواتنا وأوليائنا وأجدادنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لتكريم أهل الله، أحباب الله عز وجل، خاصة الله عز وجل، وهم هؤلاء
الحافظة من كتاب الله عز وجل. إذن على بركة الله طبيعة حال الحفل لأن ستتخلل بعد بين القراءات فقرات من السماع والمديح ستحفنا به مجموعة الصباح المشكورة ستكون معنا لتخليل هذا الحفل ببعض فقرات من السماع والمديح. تحضره أو يحضر معنا كلجنة للتحكيم في هذا الحفل الأستاذان الجليلان سيد محمد الريحاني وهو خريج القرويين والدكتور محمد العمراوي أيضا هو خريج القرويين وأستاذ جامعي، فنشكرهما جزيل الشكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهما ما يقومان به في هذا المجال، مجال الدعوة إلى الله عز وجل ونشر العلم بكتاب الله عز وجل والاحتفال بتدريسه وتعلمه، فجزاهما الله كل خير. إذا الآن مباشرة نمر إلى المتبارين أولا. من الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ حافظ لكتاب الله من نوع خاص لم تمنعه الإعاقة الجسدية عن حفظ كتاب الله عز وجل. والله عندما أشاهده أستعجب لنا نحن الأصحاء العاديين الذين أعطانا الله عز وجل جميع قوانا ولكننا الكثير منا لم يوفق في حفظ كتاب الله. هذا الحافظ هو محسن الصبيحي، هذا الشاب الذي تغلب على هذه الإعاقة والذي يجد صعوبة في الكلام العادي ولكنه مع كلام الله ينطق بكل يسر وبكل سهولة، فليتفضل محسن يسمعنا مما أتاه الله عز وجل من كلام الله. تفضل محسن. وَلَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ
فصلناه تفصيلا وكل إنسان من ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك جزاك الله خير وبارك الله فيك. بالمناسبة سي محسن راه الآن بعد أن أتم حفظ كتاب الله عز وجل وأنتم لاحظتم أنه يقرأ ويطبق قواعد جديدة كاملة، فهو الآن طالب يطلب العلم الشرعي، راه يدرس الآن في درس ديال التعليم العتيق يدرس العلم الشرعي. أعرف بأن هذا كان طموحه منذ بدأ حفظ كتاب الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لإتمام الشهادة العليا في هذا العلم الشرعي بإذن الله عز وجل. What?
صل وسلم وبارك على من أصلح وبنت العالمين وجعلت لنا وشريعة ونصرة للمؤمنين سيدنا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله الطاهرين وصحبه الأجمعين واهتدى بهدي إلى يوم الدين. ما بعد أيها الأحباب الكرام، أولا نبارك لهؤلاء الشباب والشابات والنساء فتيات وفتيات هذه الجوائز المباركة وهذه البادرة من الجماعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودها وأن يوفقها إلى ما يحبه الله ويرضاه. وهذه الخطوة ربما إن شاء الله ستأتيها خطوات أخرى أكثر حجما من هذه، وينبغي أن مرة أخرى أن تعمم يعني دعوة بضمور الأخرى يشاركوا الشباب والمدارس ويشاركوا الجميع لتكون مبادرة أكثر وتكون نتائج أحسن. وفي الختام نرفع الضراعة إلى المولى جل جلاله أن يوفقكم جميعا إلى ما يحب ويرضى. اللهم إننا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء عبادك نواصينا في يدك، راض فينا حكمك وعبد فينا قرارك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استخفت به في علم الغيب عندك، أن اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وضياء أفئدتنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يحب حلاله ويحب حرامه ويقف عند حدوده وأحكامه. اللهم اجعلنا للقرآن تاليين واجعلنا للقرآن من العاملين. اللهم اجعل القرآن نورا في أبصارنا ونورا في أسماعنا ونورا في قلوبنا ونورا في قبورنا ونورا عند لقاء ربنا. اللهم أكرمنا بنور القرآن وأكرمنا بنور العلم. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا من فتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود الإخوة وأن يبارك في جهود المحسنين وأن يبارك في جهود كل من يقوم بعمل الخير في هذا البلد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في خطوات الصالحين وأن يضل الظالمين ويجعلهم ويجعل كيدهم في نحرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع جلالة الملك محمد السادس ويحفظه ويرزقه الصحة والعافية ويحفظه في ولي عهده الأمير الجليل مولى الحسن وأمراته السلطان مولى رشيد. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر جلالة الملك حسن الثاني ولمحمد الخامس رحمه الله رحمة واسعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لآبائنا ولأجدادنا ولأمهاتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا، وأن يبارك في جهود رئيس القطاع وفي الإخوة الذين يساعدونه والذين يحيطون به والذين يعاونونه من قريب أو بعيد. نسأله سبحانه وتعالى كذلك أن يبارك في كل خطوات تخطوها هذه المقاطعة وأن يبارك في مجهوداتها وأن يعينها على هذه المسؤولية العظيمة الجسيمة، إنه تعالى سميع مجيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم علينا بخاتمة الحسنى وأن يجعل هذا الشهر المبارك شهرا بركة وقبول للأعمال وأن يرزقنا وإياكم القبول قبل الدعوات وأن يختم أجلنا بالحسنات، إنه تعالى سميع مجيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.